السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صفحتي أحسن ماث وفي قناتي أحسن ماث مع غادة درويش. النهاردة هناخد درس جميل جدا وسهل جدا في برايمري 6 الترم الأول الوحدة الأولى الدرس الرابع اسمه Analyze Least Common Multiples. الدرس ده سهل جدا وإحنا خدناه في برايمري 5 قبل كده، يعني مجرد تذكرة سريعة، واللي مش فاكر طبعا احنا محتاجين نراجع جدول الضرب ونركز معايا علشان انا عندي طريقة سهلة جدا 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 نقدر نحل بيها المسائل بتاعة الادينج والسبتراكتينج فراكشن. طبعا هو الهدف من الدرس هو الستوري بروبلم، فهنحل في الاخر مع بعض ستوري بروبلم على الفراكشن. عايزين نفتكر لما كان زمان بيبقى عندي مثلا 2 and 1 over 4 plus 3 و 2 over 4 كنت بعمل ايه؟ بعمل الرول نمبر مع بعض بلس اللي هي 2 plus 3 equal 5، وبعدين عندي ال 1 plus 2 equal 3، ولكن اخد بالي ان الدينوميتور هيفضل 4 مش هيتغير. يعني لا يجي يقول لي بقى ان انا عندي 4 و4 هتبقى 8 يبقى ده كده ياخد 0 على طول، ماشي؟ علشان انا في البلاس والماينس انا ما بيجيش جنب الدينوميتور ابدا، بس شرط لازم يكونوا قد بعض، يعني ما ينفعش ديفرنت نمبر، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. لما يبقى عندي نمبرز زي 1 اوفر 8 بلس 3 اوفر 4، طيب انا لازم هما الاثنين يكونوا ذا سيم دينوميتور، يا هما الاثنين 4 يا هما الاثنين 8. طبعا انا مش بصغر انا بكبر، فباجي عند النمبر الصغير اللي هو عندي في الحاله دي 4 هحاول افكر كده، هل ال 4 تنفع تبقى 8؟ يس. ازاي؟ باي 2، هقعد من الفراكشن ده اللي هو فيه ال 4 وهعمل باي 2 اب اند داون، ماشي؟ المفروض ان انا بحل المسألة دي عن طريق ال LCM. طب انا بجيب ال LCM ازاي؟ عن طريق برضو ال Venn diagram، ده الدرس احنا شرحناه المرة اللي فاتت، بس انا عندي طريقة اسهل نحل فيها الفراكشن بدل ما اقعد اعمل prime factors واقعد اعمل ال Venn diagram واطلع ال LCM. انا ممكن اطلعها دلوقتي بالطريقة دي، ركزوا معايا عشان انا عندي ال 4 تنفع تبقى 8 ازاي؟ باي 2، فهعمل باي 2 اب اند داون للفراكشن بتاع الفور. طيب هاجي ري رايت ذا فراكشن، طيب انا عندي ال 1 اوفر 8 هتتغير؟ لا، هتفضل 1 اوفر 8 بلس هنا 3 باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6، و 4 باي 2 ايكوال كام؟ 8. دلوقتي الدينوميتور بقت عندي 8، يبقى هيبقى سهل جدا ان انا اعمل لها بلس، ف 1 بلس 6 ايكوال ايه؟ 7، و 8 هتفضل. خلصت المسألة. تعالوا نشوف another example. هنا بقى عندي 3 over 8 و 1 over 6. في بقى ناس بتعمل طريقة الفراشة وان انا او اضربهم في بعض في 6 by 8 48. الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان انا ساعات في اسئلة بيسألني عايز ال LCM اصلا، فانا ازاي هجيب ال LCM اصلا؟ لازم مهم اجيب ال LCM. هو ال 48 هو common multiples فعلا، بس مش هو اقل واحد، ما هو LCM يعني lowest common multiples، يعني اصغر حاجه في الكومن multiples. طب بعملها ايه من غير ما اجيب ال Venn diagram؟ انا ممكن اعمل Venn diagram، اجي اقول ان ال 6 هي عباره عن 2 by 3 وال 8 خدناها قبل كده هتبقى عباره عن 3 من 2 by 2 by 2، واعمل ال Venn diagram واعمل المالتيبلاينج وهعرف ساعتها ال LCM. ولكن تعالوا نشوف الطريقه السهله اللي انا هستخدمها. باجي بشوف المالتيبلز بتاعت ال 8، هاجي اكتب كده المالتيبلز بتاعت ال 8، سواء بقى انا حافظه جدول الضرب هكتبهم او هعملهم بالبلس. فعندي ال 8، ال 8 باي 1 هو 8، بعد كده ال 8 باي 2 16، 8 باي 3 24، 8 باي 4 32 وهكذا، يبقى 8 16 24 32 40. طيب وال 6 اجي اعمل ال 6 المالتيبلز بتاعت ال 6، 6 12 18 24 30. لو احنا مش حافظين المالتيبلاي بتاعهم بعمل 6 بلس 6 هتبقى 12، بلس 6 كمان هتبقى 18، بلس 6 كمان هتبقى 24 وهكذا. طيب هاجي اشوف هل في نمبر من فوق كان موجود من تحت؟ ايوه انا عندي 24 وهنا 24. طيب يا ترى بقى انا دلوقتي عرفت ان ال LCM بتاعي
هو 24. طيب يبقى هنا الدينوميتور هخليها 24. طيب ال 8 عشان تبقى 24 هعمل باي وات؟ اجي ارجع للمالتيبلز واعد نمبر 24 ده كان رقم كام؟ هاجي اعد 1 2 3 يبقى هعمل باي 3 ابندون. طب ال 6 عشان تبقى 24 تعالوا نعد ادي 1 2 3 4 يبقى هعمل باي 4 ابندون. دلوقتي الخطوه اللي جايه هعمل ري رايت للفراكشن. طيب 3 باي 3 ايكوال ايه؟ 9. 8 باي 3 ايكوال كام؟ 24. بلس، اركز بقى هي مسألة بلس ولا ماينس عشان هي كده كده نفس الطريقة بنستخدمها. 1 باي 4 ايكوال 4 و 6 باي 4 ايكوال 24. كده الدينوميتور بتاعي بقى 24، ما عنديش مشكلة. هعمل 9 بلس 4 ايكوال 13. 13 اوفر 24. ايه رأيكم في الطريقة السهلة دي؟ تعالوا نشوف another example عشان نبقى 100%. عندي 1 over 6 plus 1 over 9. طب يا ترى 6 و 9 حد يجي يقول لي طريقه الفراشه تاني؟ لا انا ما بستخدمش طريقه الفراشه. وان 6 باي 9 54؟ لا، ما ال 54 هو كومن مالتيبلز حقيقي ولكن مش هو اللي هو كومن مالتيبلز. هاجي اعمل ايه؟ اعمل تيبل 6 6 12 18 24 30 ال 9 هاجي اقول عباره عن 9 18 27 36. طب اعملها ازاي لو انا مش حافظه تيبل 9؟ 9 بلس 9 18 بلس 9 27 بلس 9 وهكذا. خلاص، طب ايه الرقم اللي اتكرر من فوق وتحت؟ هو ال 18. يبقى اللوست كومن مالتيبل بتاع ال 6 وال 9 هو ايه؟ ال 18. طيب اجي دلوقتي اعمل ايه؟ ال 6 عشان تبقى 18 هعمل باي وات؟ تعالوا نعد 1 2 3 يبقى هنا عشان تبقى 18 انا هعمل باي 3 ابندون. طب وال 9 هعد 1 2 يبقى هنا هعمل باي 2 ابندون. دلوقتي هنعمل ايه؟ ري رايت ذا فراكشن. فانا عندي 1 اوفر 6 هيتحول ل 3 اوفر 18 وال 1 اوفر 9 هيتحول ل 2 اوفر 18. هنعمل بلس هتبقى 5 over 18. تعالوا نشوف another example. هنا 3 over 5 المرة دي ماينس بقى، وهنا 1 over 3. طيب ال 3 وال 5 هما prime numbers. ال prime numbers ال LCM بتاعهم هو بيبقى ايه؟ المالتيبلاينج بتاعهم اللي هو 5 by 3 اللي هي 15. برضه هنستخدم نفس الطريقة عادي، مش هتفرق معانا بقى لو احنا هنستخدم طريقة محددة. ال 5 هتبقى عبارة عن 5 10 15 20، ال 3 هتبقى 3 6 9 12 15. هلاقي ان ال 15 اتكرر. طب ال 5 عشان تبقى 15 هعمل باي وات؟ 1 2 3 يبقى هعمل باي 3 اب اند داون. طب وال 3 علشان تبقى 15 ادي 1 2 3 4 5 يبقى هعمل باي 5 اب اند داون. هكتب تاني الفراكشن من جديد، هتبقى 3 باي 3 ايكوال 9 اوفر 15 وهنا هتبقى 5 اوفر 15. خلوا بالكم المساله دي ماينس، يا ترى بنعرف نعمل ماينس؟ هعد من ال 5 لغايه ما اوصل لل 9 after 5 6 7 8 9. How many fingers؟ 4 4 اوفر 15. طيب تعالوا نشوف بقى، انا عايزه اراجع معاك حته صغنونه عشان في بعض المسائل بتبقى في الماينس سخيفه شويه. يعني هي انا ما شفتهاش كتير، انا شفتها مره واحده بس لازم نفتكرها. دي احنا خدناها في برايمري 4 وبرايمري ايه 5. ان انا لما اجي اعمل ماينس هنا ال 1 ماينس ال 3 مش هتنفع، فهعمل ري رايت ذا فراكشن الاولاني. هعمل ايه؟ هاخد من ال 4 دي 1 فهتبقى ايه؟ 3. خلاص؟ وهعمل ال 1 اللي فوق بلس اللي تحت، يعني 1 بلس 5 ايكوال كام؟ 6. هكتبها فوق اوفر ال 5 دي مش بتتغير. يبقى انا عندي هنا حولت الفراكشن دوت، استلفت منه واحد زي ما بيقولوا، ماشي؟ فهعمل ايه؟ 4 دي هتنقص واحد، وهعمل اللي فوق بلس اللي تحت واكتبه فوق. 1 بلس 5 ايكوال ايه؟ 6. دلوقتي هعمل ماينس عادي زي ما احنا متعودين، 3 ماينس 2 ايكوال 1 و 6 ماينس 3 ايكوال 3 اوفر 5. فهنا الاجابه هتكون دي.
طيب تعالوا معايا دلوقتي نحل في كتاب احسن ما كام سؤال كده في السريع. طيب احنا عندنا هنا اهوت في صفحة 15 كتاب احسن ما اي حد حابب ان هو يطلبه يتواصل معايا على الخاص في ويشترك معايا في اي جروب من جروبات احسن ما. طيب انا عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رايت ذا ال سي ام فور اتش بير. شفتوا بقى انا ليه ما بعملش الفراشه؟ وشفتوا ليه انا لازم اجيب اللوست كومن مالتيبل؟ علشان في ساعات سؤال بيجي في تشوز او الكومبليت بيبقى من المنظر ده، مش عايز اي كومن وخلاص ان انا اعمل لهم مالتيبلاي ان 3 باي 9 هتبقى 18. طبعا اللي هيكتب 18 ده غلط. هاجي اول حاجه زي ما اتفقنا هنفكر هل ال 3 تنفع تبقى 9؟ يس، يبقى هنا هاخد ال 9. طيب هنا اهوت ال 6 وال 10، محدش يقول لي 60 على فكره. طب تعالوا نكتب كده المالتيبلز بتاعتها، احنا قلنا 6 12 18 24 30 وهنا 10 20 30. طب ايه الرقم اللي اتكرر مرتين؟ عندي هو 30. شوفوا كده خلاص، يبقى هنا الانسر بتاعي هو ايه؟ 30. طيب هنا ال 5 وال 8 نفس الشيء، برضو هنعمل نفس الموضوع دوت، او ممكن إيه هنعملها هتبقى 40. طيب ال 5 وال 10، هل ال 5 تبقى 10؟ يس، يبقى هاخد ايه؟ التن. ال 3 وال 5 حليناه من شويه، هما الاثنين برايم، فهعمل لهم ايه؟ مالتيبلاينج، هتبقى 15. طيب انا عندي هنا اهوت الصفحه كبيره جدا كلها اسئله كتير، تعالوا نحل على اليمين هنا اهوت. ال 6 وال 9 برضو جربناها من شويه، احنا قلنا ال 6 اهو، وال 9 تعالوا نشوف عندي ال 9 18 و 27، هلاقي ان هما الاثنين مشتركين فين؟ في ال 18. ال 3 وال 5 اتكرروا تاني اللي هي 15. ال 6 وال 8 محدش يقول لي 48، بعمل ال 6 وبعمل ال 8 هلاقي ان هما هيتقابلوا عند ال 24. مع الوقت هتلاقوا نفسكم شاطرين وبتعرفوا تحلوهم. انا عندي هنا ال 4 ينفع تبقى 8؟ يس، فهاخد ايه؟ ال 8. طيب تعالوا نشوف بقى نوع تاني من الاسئله. عندي هنا use the fraction rule to evaluate each sum or difference. اوكي؟ طيب انا عندي هنا اهوت ال 3 وال 6. هل ال 3 تنفع تبقى 6؟ يس، باي 2، فهعمل باي 2 up and down. وهشطبها، تعال نغير اللون، هشطبها 2 باي 2 ايكوال كام؟ 4، هتبقى 4 اوفر 6. 4 بلس 1 هتبقى ايه؟ 5 اوفر 6. عندي مسألة تانية، هل ال 2 تنفع تبقى 4؟ يس، ازاي؟ باي 2، فهعمل باي 2 اب اند داون، يبقى الفراكشن ده هشطبه وهيبقى 2 اوفر 4، والفراكشن التاني زي ما هو 2 بلس 3 ايكوال كام؟ 5 اوفر 4. لو عايزين تعملوا سيمبليفاي بعد كده بنعمل. طيب المجموعه دي كلها اللي هي فيها ارقام زي ال 3 تنفع تبقى 6 وهكذا، تعالوا نشوف كده اهوت الستوري بروبلم وبعدين هنحل مسائل ثانيه. الستوري بروبلم هنا بيقول لي مثلا ان سلمى بوت 1 اوفر 2 اوف كيلوجرام اوف توميتوز and 1 over 4 kilogram onion. How much vegetable did she buy? انا عندي هنا دلوقتي هعمل بلس عشان هو عايز التوتال، يبقى هعمل 1 over 2 بلس 1 over 4. طيب ال 2 تنفع تبقى 4؟ يس. ازاي؟ هعمل باي 2 up and down، فهتبقى 2 over 4، يبقى الانسر هيبقى 3 اوفر 4. هنا بقى بسمه ووكت المسافه دي كيلو متر، وبعدين تاني يوم
مشيت 1 over 3 كيلومتر. What is the distance in all؟ برضو المسألة دي هنعملها plus. هنا بقى علي bought a bottle of juice containing 3 over 4 liters of orange juice. He drank 2 over 3 liter of juice. How much of juice left؟ left يبقى احنا هنعمل المسألة ايه؟ minus. طب ايه المسألة؟ عندي هنا 3 over 4 minus 2 over 5. طب هل ال 4 وال 2 هل ال 4 تنفع تبقى 5؟ نو. طب هعمل ايه؟ ممكن طريقة ال LCM اللي هي بتاعت فين دايجرام او طريقة المالتيبلز اللي احنا متعودين عليها، فهلاقي ان هما الاثنين هيتقابلوا عند ال 20. طيب ال 4 عشان تبقى 20 هعمل ايه؟ باي 5 up and down، وهنا ال 5 عشان تبقى 20 باي 4 up and down. دلوقتي هنعمل ايه؟ rewrite the fraction. طبعا احنا قلنا دي المسألة دي minus. طيب هتبقى هنا 15 over 20 minus 8 over 20 هتبقى equal 7 over 20. طيب تعالوا نشوف كده اهوت الصفحة اللي بعدها. هنا بقى مسائل تانية أكبر شوية. أنا يهمني بس إن احنا دلوقتي قبل ما نحل نبقى عارفين الـ LCM هنعمل فيها إيه. يعني هنا الـ 2 والـ 4 أنا عندي هنا هعمل باي 2 علشان تنفع تتحول لـ 4. طب الـ 5 والـ 4 احنا لسه حالين واحدة زيها، هتبقى 20 هنا باي 4 up and down وهنا باي 5 up and down. طب هنا 6 تنفع تبقى 12؟ يس. فهعمل هنا باي 2 up and down. وطبعا بنكمل المسألة عادي جدا، 3 وال 4 حليناها قبل كده. هل ال 4 تنفع تبقى 12؟ يس، باي 3 up and down. تعالوا نكمل المسألة دي. هنا هتبقى 2 زي ما هي ماشي، و 3 باي 3 هتبقى 9 over 12. والمسألة التانية زي ما هي 1 و 5 over 12. طيب 2 plus 1 equal ايه؟ 3. و 9 plus 5 هتبقى 14 over 12. طبعا الرقم ده كده غلط، المفروض ان انا بزود هنا 1 فهتبقى 4، وهنا هعمل minus هتبقى 2 over 12. طبعا السيمبليفاي مش مهم. طيب انا يعني ده اهم جزء في الدرس، واتمنى ان الطريقه اللي انا شرحتها النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله، واسمع ارائكم واقتراحاتكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.